هشام وفاطمه. هشام وفاطمه. هشام تلميذ نبي. هشام تلميذ نبي. نبي. يدرس في الصف الثالث. يدرس في الصف الثالث. له أخت اسمها فاطمة. له أخت اسمها فاطمة. ليش صوتكم؟ له أخت اسمها فاطمة. له أخت اسمها فاطمة. فاطمة تلميذة نبيهة. تدرس في الصف الثاني. تدرس في الصف الثاني. هما تلميذان مجتهدان. يذهبان إلى المدرسة معا. هما تلميذان مجتهدان. يذهبان إلى المدرسة معا. هشام ما نوع التنوين؟ اياد ويانا اليوم ايش بيك منعس؟ فاطمة تنوين ما نوع التابيها؟ المربوطة. شلون متصلة او منفصلة؟ متصلة. احسنتم. زين تهجري فاطمة. أنتم يا أبطال تهجول تلميذون. نبيهون شنو معنى نبيهون؟ ينتبه وذكي. أخته شنو نبيها؟ يعني تنتبه وذكية. فالواحد النبيه ينتبه ويصير ذكي يقول عليه نبيهون. له أخت. إذا قلنا أخ شلون نكتبها؟ تدرس. إذا وين شو نقول عليه؟ يدرس. 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 تجو يدرس. 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 هنا شنو هاي عندنا حرف الجر؟ متفوت على الكلمة شو تسوي لها؟ أحسنتم. الصفي ال ليش كنت تسأل؟ هنا هما دا يحكي عن شخصين. هما معناته شنو معناته؟ دا يحكي عن شخصين. تلميذان يعني شكيت اثنان. مجتهدان اثنان. يعني اذا طالب واحد شو اقول عليه؟ مجتهد. اذا اثنين مجتهدان. اذا تلميذ شو اقول؟ تلميذ. اما اذا اثنين شو اقول عليهم؟ تلميذ. اذا هواية عدد هواية شو اقول عليهم؟ تلاميذ. هسه انتم شو اقول عليكم؟ تلاميذ. هسه اذا تعال كم محمد احمد صبحي. تعرف ثنيتكم. تعالوا نوقفوا. هسه شو اقول عليهم؟ هسه اذا بس محمد صبح شو اقول عليه؟ تلميذ. هسه محمد احمد صبح اقول عليه تلميذ. تلميذ في الصف الاول الف. زين اذا اجى كرم وياه؟ تلميذان. تلميذان شو اقول عليهم؟ تلميذان. زين هسه اذا محمد واحد شو اقول عليه؟ تلميذ مجتهد. شو اقول عليه؟ تلميذ مجتهد. اجى ويا كرم؟ تلميذان. تلميذان مجتهدان. اذا إذا أقول عن الاثنين مش إذن هسه أنتوا شو أقول عليكم؟ تلاميذ مجتهدون. شو أقول عليكم؟ تلاميذ. أنتوا لأن جماعة ما يصير أقول تلميذان. إحنا بالصف عندنا بس اثنين. لو إيش قال عدد إحنا هنا 28 عددنا. فأقول بس تلميذان؟ لا. فش أقول؟ تلاميذ مو تلميذان. تلاميذ. تلاميذ. أما عن شخصين شو أقول؟ تلميذان. تلميذة. إذا عن واحد تلميذ مجتهد. إذا زين إذا قلت نشيط. إذا واحد نشيط. إذا اثنين نشيطان. أحسنتم. صبوا نفسكم. أنتم أبطال. أحسنتم. بس أبطال. صبوا نفسكم بعد يا حلوين.